بركي صار شي على أختك وأنت بعيدة عنا. ها؟ أنا بعرف الإخوات بيخافوا على بعضهم. أنا مطمنة إنه هي وابنها بخير، مرتاحة ومو مشغول بالي عليها أبداً. فضل بدل ما أروح هالمشفى كمل الفيلم اللي كنت متابعته بالقصر. أي فيلم؟ ما فهمت أنت شو عم تخبصي؟ الفيلم اللي أنت عم تلعبي بطولته كتير ممتع. ليكي أنا ماني ناقصتك ومالي خلق على علاكك الفاضي وتخبيصك. يلا نلعي من خلقتي. انتبهي لأسلوبك بالحكي ولا تحاولي تتهربي، لأنه اللعبة اللي كنتي عم تلعبيها انكشفت من أول يوم. دريتي بخبر الحمل عرفت إنه بدك تعملي مصيبة، وبين عليك من عيونك إنه مو ناوية على الخير. عنا لقلك خبر بياخد العالم، بدي خبرك فيه انتي وبابا سوا. خير شغلت اللي بالي. يلا تعال. مفكرة بس انتي الذكية هون؟ انتي غلطانة، في حدا هون أذكى منك. كنت مفكرة إنه لعبتك الوسخة رح تمرق بدون ما تنكشف؟ حركات الأمومة تبعي وابتساماتك الكذابة أكيد أنا ما بتمشي علي. ليكي إذا بدك الحقيقة لعبتيها صح، بس طبعاً مو علي. اعذريني تدخلت بسيناريو الفيلم وغيرت النهاية وغيرت لك الفيتامينات اللي كل يوم حضرتك بتاخديها. يعني انت ما عم تاخدي الفيتامينات، انت عم تاخدي السم اللي جايبتيه لريحان. وبرافو عليكي، ملتزمه كتير وعم تاخدي منه كل يوم. لا مستحيل مستحيل، ما بصير. كيف هيك؟ لأني بكل بساطة عبيت السم بعلبة الفيتامين.
لا، انتي عم تكذبي بس لحتى تخوفيني. طلعتي شي اليوم بالمراية؟ ليكي هاي العلامات؟ بظن هاي آثار السمية اللي عم تاخديه، مع الوقت رح يبين مفعوله أكتر طبعاً. حلوة المفاجأة؟ لا لا تقولي لي إنه مو مصدقتيني، بزعل منك، الوقت رح يثبت لك. هلأ بس ترجع ريحان بالسلامة بتصدقي.